بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ للصف السادس. عنوان درسنا اليوم: الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والفتوحات الإسلامية في عهده. نبدأ بنسبه. هو عمر بن الخطاب بن نفيل القريشي، ولد بمكة بعد عام الفيل بثلاثة عشر سنة. إسلامه المطلوب فقط. أسلم في السنة السادسة من البعثة. كنيته: لقب بالفاروق. لماذا لقب بالفاروق؟ لأنه فرق بين الحق والباطل. خلافته: بداية الفقرة المكتوبة أمامكم للفهم. خاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو في مرضه من وقوع خلاف بين المسلمين على أمر الخلافة، فنظر في أصحابه ليختار من بينهم رجلا شديدا من غير عنف، واختار عمر بن الخطاب. بماذا سمي عمر بن الخطاب؟ هذه حفظ. بماذا سمي؟ سمي بأمير المؤمنين. أعماله: واحد، التقويم الهجري. اتخذ الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اللي هي يثرب بداية التقويم الهجري. إذا اتخذ الخليفة عمر بن الخطاب هجرة الرسول من مكة المكرمة إلى المدينة بداية التقويم الهجري. 2، إنشاء المدن الإسلامية الأمصار. أنشأ مدن جديدة سماها الأمصار في البلاد المفتوحة لتكون معسكرات للجيش يرجعون إليها. ما هي الأماكن اللي اختارها؟ المدن الإسلامية: البصرة، الكوفة، والقسطاط. إنشاء الدواوين. أسس ديوانين: ألف ديوان الجند، هو لتسجيل أسماء الجند وأسرهم وتقديم مقدار العطاء أي الراتب المخصصة لهم. ديوان الخراج هو ديوان المعني بالضريبة التي تأخذها الدولة من ناتج الأرض، يعني ناتج المحاصيل الزراعية. ومن أعماله أيضا إنشاء نظام الحسبة. ما مفهوم نظام الحسبة؟ هو الإشراف على عمليات البيع والشراء في الأسواق. وأيضا من أعماله أسس نظام الشرطة، كان اسمه العسعس، هي تكافئ الشرطة اليوم. ما هي وظيفة نظام الشرطة العسعس؟ متابعة أمور المسلمين، الاطمئنان على أحوالهم، وثالثا نشر الأمن والاستقرار. نأتي إلى الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بداية نأتي بالفتوحات بلاد الشام. 1، معركة اليرموك، كم تحفظها فيها، هي كانت في 15 هجري. الأطراف المعركة: المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، والدولة الرومانية البيزنطية بقيادة الإمبراطور هرقل. لماذا سميت المعركة بهذا الاسم، معركة اليرموك بهذا الاسم؟ لأنها قامت في سهل اليرموك شمال الأردن. سؤالي كمان: علل. تعد من أهم المعارك الإسلامية لأنها أنهت الوجود البيزنطي في بلاد الشام. 2، فتح بيت المقدس. المطلوب بهذه الفقرة: علل. عندما حاصر المسلمون القدس، تم تسليم مفاتيح القدس للخليفة عمر بن الخطاب شخصيا. لماذا سلمت مفاتيح القدس للخليفة عمر بن الخطاب شخصيا؟ الجواب: تأكيد لمكانة القدس الدينية عند المسلمين، أنها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وأخيرا أرض الإسراء والمعراج. نأتي إلى فتح العراق وبلاد فارس إيران حاليا. أول معارك، معركة القادسية، كانت في 15 هجري. الأطراف: المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص، والفرس بقيادة رستم. نتائج المعركة: انتصار المسلمين، مقتل رستم قائد الفرس، ودخول المسلمين المدائن عاصمة الفرس. 2، عندنا معركة اسمها معركة نهاوند. المطلوب فيها فقط اللي هي متى كانت؟ في 21 هجري. نأتي إلى فتح مصر في 19 هجري. سؤالي لكم: علل. اتجهت أنظار المسلمين لفتح مصر لماذا؟ ألف، لتأمين الوجود الإسلامي في بلاد الشام. باء، حمايتها من خطر الأسطول البيزنطي. من القائد المسلم الذي اختاره عمر بن الخطاب لفتح مصر؟ عمرو بن العاص. إذا القائد المسلم الذي اختاره عمر بن الخطاب لفتح مصر هو عمرو بن العاص. نأتي إلى وفاة عمر بن الخطاب. توفي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطعنة من أبي لؤلؤة المجوسي، بينما كان عمر يؤم بالناس في صلاة الفجر، وكان ذلك في سنة 23 هجري. المطلوب حل السؤال الثاني بالدرس الثاني، صفحة 69. ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة، وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. ألف، قتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم، صح أو غلط؟ باء، القائد المسلم الذي قام بفتح مصر خالد بن الوليد. جيم، انتصر المسلمون على الروم في معركة اليرموك. ودال، قتل القائد رستم في فتح بيت المقدس. وهيك بكون خلصنا درسنا لليوم. دمتم بخير.